إطار تعزيز جهود المملكة المغربية نحو أنسنة ظروف الإيداع؟ على كل هذا موضوع كامل المعتقلين اللي في حالة اعتقال باش نوفر لهم واحد طعام والمأكولات، مش المأكولات، الطعام، التغذية تماما. شكرا. التغذية هذا مدة الاعتقال، لأنه الجوع يعتبر وسيلة من وسائل التعذيب، كذلك إذا استعملت ضد شخص ليست له القدرة على البحث عن وجبة، فبناء عليه قررنا باش موضوع هذا القانون هذا لكي يعطي إمكانية للدرك الملكي والأمن الوطني وإدارة التراب الوطني باش توفر لها واحد الميزانية اللي غادي تسمح لها باش توفر الوجبات للمعتقلين.